الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين عبر قناة الشارقة الفضائية ومستمعين عبر أثير إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وتواصوا بالحق. هذا البرنامج الذي عودناكم فيه نستضيف أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، رئيس مجلس الإدارة بقناة طيبة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله بارك فيك. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم الهمة العالية. للتواصل معنا من داخل الدولة 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. يستاهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن الهمة العالية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وإلى تلفزيون الشارقة على هذه الاستضافة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فلا شك أننا جميعا نفخر بانتسابنا لهذا الدين. ما من مسلم إلا يفخر ويعتز بأنه ينتسب إلى هذا الدين العظيم، ولكن القضية الأهم من ذلك، مع أن هذه مهمة، القضية الأهم من هذه ترى هل الدين، هل الإسلام يفخر بانتساب أمثالنا إليه؟ يعني هل يرى الإسلام أننا من صروحه القويمة؟ هل قدمنا شيء للإسلام؟ هل يعتز الإسلام بأن فلانا وفلانا وفلانا من أبنائه؟ أو أن الأمر ليس كذلك؟ إن القضية إذا نظر لها الإنسان من هذه الجهة وجد أنه لا يمكن أبدا كإنسان، أقصد إنسانا عاقلا، أقصد إنسانا يقدر الأمور، إنسانا ينظر إلى ما بعد اليوم، يعني هل أنا من صرح الإسلام؟ هل أنا لبنة صالحة؟ هل أنا ابن بار لهذا الدين؟ أو أن الأمر ليس كذلك؟ إن الأمر متوقف على الهم. ترى هل أحمل هم الإسلام؟ يعني هل هذا الدين هما؟ هم بالنسبة لي، أفكر فيه ليل نهار، كيف أنصره، كيف أدعو إليه، كيف يعني أكون من صوره الناصعة، أم أن الأمر ليس كذلك؟ الإسلام يحمل همي. هناك كثير من المسلمين الإسلام يحمل همهم، لأنهم يحملون هم الإسلام. ونقول لهؤلاء كفوا شركم وخيركم. لا نريد خيركم ولا نريد شركم، كفوا شركم. المشكلة أن الناس يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: أناس يحملون هم الإسلام، أناس الإسلام يحمل همهم، أناس وسط. فنحن حديثنا في هذا اليوم هو عن أناس يحملون هم هذا الدين، أناس فعلا يفكرون كيف ينصرون هذا الدين، كيف ينشرون هذا الدين، كيف يبيضون وجه هذا الدين، كيف أنهم إذا قيل لهم هؤلاء أولاد الإسلام، نعم افتخر الناس بهم، لا إذا قال هذا صد وندى عنه كأنه لا يراه. لابد أن يكون للإنسان هم، كل إنسان. قد يكون بعض الناس همه الدنيا، بعض الناس همه النساء، بعض الناس همه النساء همها الرجال، بعض الناس همه المال، بعض الناس همه الوظيفة، بعض الناس همه الدين، بعض الناس همه الآخرة، هم الناس تختلف كثيرا، يتفاوتون في ذلك كثيرا. نحن نريد الإنسان الذي يحمل هم هذا الدين، إذا وضع رأسه على الوسادة فكر بهذا الدين كيف ينصره، إذا قام فكر بهذا الدين كيف ينصر، كيف يدعو إليه، كيف ينتشر هذا الإسلام. المسألة حقيقة تحتاج إلى أن يشغل الإنسان باله بهذا كيف الموضوع. كيف الشيخ يكون الإنسان هم هذا الدين؟ كيف يجعل يعني أن يتابع أحوال المسلمين بشكل عام، بشكل عام أن يتابع أحوال المسلمين،
يعني من كانت الدنيا همه كما جاء في الحديث جعل الله فقره بين عينيه. نعم. لا يفكر إلا بالدنيا، لا يفكر إلا بنفسه، إنسان أناني لا يتعدى تفكيره يعني قدميه. بين هناك أناس من الناس طيب يعني يحملون هم الآخرين، ينظرون إلى مشاكل الآخرين، يسعون إلى مصالحهم. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يكون الإسلام همه لابد أن يبعث في أحوال المسلمين، أن ينظر في تاريخ الرسل الأنبياء والصالحين. نعم. يعني لو وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الله تبارك وتعالى كمثال في مكة 13 سنة وهو في مكة صلوات ربي وسلامه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى التوحيد. نعم. في هذه الفترة المكية ماذا حصل لهم يا الأذى؟ هل توقف؟ ما توقف عن الدعوة، بل لما شعر بشيء من الضيق والأذى في مكة انتقل إلى الطائف، ذهب يدعو هناك إلى دين الله تبارك وتعالى. ولما أوذي في الطائف ورمي بالحجار صلاة ربي وسلامه عليه وأدميت قدماه وسب وأوذي، خرج من الطائف. لما خرج من الطائف أرسل الله إليه ملك الجبال وقال له يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. المهم أن ترتاح أنت أيها الرجل. نعم. أيها النبي أيها الرسول. فماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، ليسوا هم وإنما من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نوح عليه الصلاة والسلام كم من السنوات جلس يدعو قومه، ذكر الله تبارك وتعالى 1,050 عاما في كلها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، همة عالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى جاء اليوم الموعود. نعم. يونس يوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه تجد أن لهم همة من عالية. نور الدين زنكي لما أخرج النصارى وأرجع بيت المقدس، طبعا الذي أرجعه صلاح الدين، ولكن نور الدين هو الذي أسس. نعم. هو الذي أصل، وصل بالناس أمر كانت همتهم عالية، حتى إنه ذكر أن الذين كانوا يصلون الفجر قدر الذين يصلون الجمعة. نعم. بإعدادهم همة عالية. همة عالية. نعم. همة عالية. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام حقيقة. فالإنسان لابد أن تكون له همة عالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، همة عالية في طلب العلم، همة عالية في نصرة دين الله تبارك، همة عالية في الجهاد، همة عالية في كل شيء، دعوة إلى الله طبعا أن تكون له همة عالية. من نظر في يعني الحافظ بن حجر كمثال. نعم. الحافظ بن حجر يعني كان يرى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قدوة. نعم. في علم الرجال والحديث، فكانت عند الحافظ بن حجر همة عالية في أن يصل إلى ما وصل إليه الذهبي. نعم. فيذكر تلميذه السخاوي أو يذكر ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى أنه شرب ماء زمزم، طيب، وماء زمزم لما شرب له. نعم. فشرب ماء زمزم وقال اللهم إني أسألك علم الذهبي في الرجال والحديث، ثم اجتهد لأنه جلس في بيته ينتظر. نعم. اجتهد وبذل. طيب، يقول تلميذه السخاوي فأعطاه الله علم الذهبي وفاقه. نعم. وهذا وجهة نظر السخاوي على كل حال. نعم. طيب، لكن الشاهد من الأمر أن الهمة العالية عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وصلته إلى هذه المنزلة العظيمة. الآن إذا أطلق لفظ الحافظ لا ينصرف إلا إذا ابن حجر العسقلاني. نعم. رحمه الله تعالى. بماذا؟ بتلك الهمة العالية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأيضا نقول ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. من نظر إلى حال أصحاب الهمم العالية وكيف أنهم وصلوا يعني ارتفعت مكانتهم عند الله وعند الناس أيضا، طيب، ينظر الإنسان إلى العكس. يعني هي القضية خطيرة جدا، يعني إذا لم يكن الإنسان صاحب همة عالية سيكون صاحب همة دنية. نعم. وهذه مشكلة أيضا. ولذلك ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالإنسان يختار. ليس هناك أفضل شيء أبداً. وسط يعني في وسط لكن شيء بسيط. نعم. العاقل حقيقة يجب عليه أن يقدر الأمور. نعم. قدرها ويسلك الطريق الذي به تكون سعادته. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، نذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا من داخل الدولة 600-1688-600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. ثابكم لفظ الشيخ. إلى أن تأتينا بعض المكالمات، بعض الأسئلة قد تبقت من الحلقة الماضية.